هذا فشل ذريع ديال مجلس المدينه، وهذا ما جناش من عباد في هذا التصريح ديال نائب العمده اللي هو مكلف بالنقل في الدار البيضاء، اللي كيصرح تصريحات اللي انه كيعطي تبريرات ولكن حتى التبرير ما عطاه. علاش غلقنا هذه المحطه؟ علاش حيدتوا الامتياز قبل ما تاهلوا اللي غادي يعاود يتشارك معكم فيها ويمشيها؟ علاش سديتوها؟ هذا فشل ذريع ديال مجلس المدينه. الناس مكرفسه، الناس كتخلص الضريفه على ثلاثه وربعة المرات على برا، ناهيك على التعسفات والكلام الساقط اللي كيسمعوه على برا، يعني كارثه. المحطه الطرقيه تسببت للمهنيين في معاناه كبيره بعد اقفالها منذ 20 مارس 2020، حيث اصبح المهنيون يقومون بحمل الركاب من جنبات المحطه من الازقه، وتحرر في حقهم مخالفات من طرف السلطات المعنيه بداعي عدم توفر الركاب على ورقه التنقل. على غرار حنا اللي كنطالبوا الان، على غرار باقي انماط النقل مثل النقل الحضاري، النقل اللي كما كتعرفوا النقل الحضاري راه ولا كيمشي ما بين المدن، القطار الى اخره، فهناك المحطات مفتوحه ديال القطار تشتغل باريحيه. نطالب بفتح هذه المحطه ونشتغلوا في اطار القانون والوسائل الاحترازيه التي ينصل عليها القانون. انا غادي الصويرة سيدي ياك، وراه من 8 الصباح وحنا هنايا كنمشيو نجيو كندورو والو، المركوب ما كاينش، اخرها الكورتيه هو المركوب تما ب 70 درهم. الكورتيه اش كيقول لك؟ كيقول لك الكورتي 15000 فرنك. واش غديروا؟ حنا كنمشيو نجيو المركوب ما كاينش.